السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنعمل مع بعض واحد من التحديات البسيطة جدا الموجودة على الموقع، وهننفذه بلغة البايثون. عندنا فانكشن بتقبل مننا رقم واحد، بناء على عدد الأرقام الموجودة في الرقم بتاعنا ده هنعمل فورماتنج بطريقة معينة. لو الرقم بتاعك مكون من 3 أرقام زي كده هترجع الرقم زي ما هو بدون أي تعديل. لو مكون من 4 أو 5 أو 6 أرقام هتحط underscore بعد أول 3 أرقام. لو الرقم بتاعك كبير جدا بالشكل ده هتحط underscore بعد أول 3 أرقام، وبعد كل 3 أرقام بعد كده هتضيف علامة الكومة العادية بالشكل ده. طيب، أول نقطة محتاجة أقولها لك إنك توقف الفيديو وتجرب تعمل الحل بنفسك مرة واثنين وثلاثة، بعد كده تتفرج على الفيديو. تاني نقطة والأهم إن في حلول سهلة جدا. الحل اللي أنا هعمله هيكون طويل جدا عشان نوظف فيه حاجات اللي اتعلمناها في الكورس، يعني ممكن نلف كده وندخل في دوامات عشان توظف كل حاجة من الحاجات اللي أنت درستها، عشان الناس اللي كانت بتسأل الحاجة دي أنا أعمل بيها إيه. بعد كده بعد ما تشوف الفيديو تجرب تختصر الحل. كل ده ان شاء الله هيطورك جدا وهيفرق معاك كتير جدا في فهم اللغة وفهم المنطق البرمجي بصفة عامة. طيب، ندخل في الموضوع على طول ونشوف اول حاجة محتاجين نعملها. اول حاجة الرقم اللي بيجينا ده، لو عندنا مثلا رقم كبير، خلينا ناخد مثلا رقم زي ده بالشكل ده، وهو ده اللي هنطبق عليه الفكرة بتاعتنا. اول حاجة محتاجين نعملها ان احنا نستخدم الكومة as a separator للارقام للثاوزنت، يعني كل 3 ارقام هنقدر ان احنا نحط بعديهم كومة. هنكتب الكومنت بتاعنا بالشكل ده، use comma as thousand separator، ونبدأ نشوف هنعملها ازاي. كل متغير هنشئه هحاول ان اسمه يكون معبر عن الحاجة اللي احنا بنعملها. هقوله formatted number او formatted num. formatted number ده اللي هو الرقم اللي هنعمله format عن طريق ان احنا نحط له separator بتاعتنا. في الطريقة القديمة للفورمات وفي الطريقة الجديدة، هنجرب الطريقتين مع بعض بإذن الله. الطريقة القديمة نحط علامة الكولون وبعديها طبعا علامة الكومة اللي احنا هننسق بيها، وهاجي هنا اقول له فورمات واكتب له اسم المتغير اللي انا عايز اعمل له فورماتنج اللي هو النم. كده الفورمات النم بتاعنا ده هيرجع لنا دلوقتي نشوف هيبقى شكله عامل ازاي، عشان هنجرب كل حاجة طبعا بنشتغل بيها واحدة واحدة. الرقم بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو، وتحط الكومة بدون اي مشكلة. ههمش ده، هكتب عليه كده old way وهمشه، وبعد كده نعمل الطريقة الجديدة. حط النم هنا، وبعدين مش محتاجين الكلام ده كله، وبعد كده نحط علامة الفورمات هنا ونجرب تاني، هتلاقيه نفس النتيجة بدون اي مشكلة. يبقى هنا عندنا الاولد واي وعندنا النيو واي وكله تمام والحمد لله. يبقى اول خطوة عندنا يا شباب حطينا الكومة اللي بتفصل التلات ارقام زي ما انتم شايفين. الخطوة اللي بعدها على طول ان احنا محتاجين نحول الرقم اللي طلع لنا ده او البيانات اللي طلعت لنا دي، محتاجين نحولها للليست عشان نبدأ بقى نشوف هناخد ايه من الليست دي ونسيب ايه والكلام ده كله. طيب، هكتب هنا دلوقتي convert to list، روح جاي تحتها كده واقول له to list، مسمي كل حاجة بنفس الاسم زي ما اتفقنا عشان الدنيا تبقى مظبوطة معاك. ادي الفورماتد نم بتاعنا اهو، وهقول له دوت بعد كده split، هعمل له split. والسيباريتور اللي هنعمله بيه split اللي هو علامة الكومة اللي هو هتفصل لي بين العناصر. مش هتفرق ساعتها احنا هنفصله بايه، لاني اساسا هاخد العناصر دي كلها واقسمها بطريقتي. ونرجع التو ليست عشان نتفرج على كل حاجه احنا بنعملها بالشكل ده. هنا زي ما انتم شايفين بقى عندي ليست فيها المقاطع بتاعه الارقام كلها، 3 ارقام زي ما انتم شايفين. ده كلام عظيم جدا. الفكره الجايه على طول اللي احنا محتاجين نعملها اني انا هاخد اول جزئين من الليست بتاعتي اللي هو ده وده، واسيب الاخير خالص. طبعا لو هم 4 هتاخد اول 3 وتسيب الاخير خالص. ازاي ناخد الجزء الاول ونسيب الاخير ده؟ عشان هنحط قبليه اندرسكور في الاخر ونعمل عمليه الكونكاتينيشن. هاجي هنا اقول له ان انا محتاج الخطوه دي اجيب الفيرست بارت، هقول له جيت فيرست بارت بالشكل ده. الفيرست بارت ممكن نسميه فيرست او فيرست بارت زي ما تحب، مفيش مشكله. فيرست بيساوي ازاي نجيبه يا شباب؟ التو ليست بتاعتنا اللي احنا عملناها دي، هعمل عمليه السلايسنج، هقول له هنا مش هنكتب الستارت فهياخدها صفر كانك كاتب صفر، وبعدين هقول له سالب واحد. من صفر لسالب واحد، سالب واحد معناها ايه؟ اخر عنصر في الليست عندي مش هياخده، لان احنا هنا نوت انكلودنج انت، فمش هياخد اخر مقطع اللي هو ده ال 650، هياخد الاثنين دول بس. عظيم جدا. كل حاجه هنجربها دلوقتي حالا عشان تبقوا متاكدين. هناخد الفيرست دي نخليه يرجعها عشان نشوف شكلها. ادي الفيرست اهو، اول مقطعين وكده، عظيم جدا. جبنا دلوقتي الفيرست بارت، محتاجين نعمل ايه فيه؟ محتاجين نعمل له join، هقول له first join، هنعمل join للقطعتين اللي احنا خدناهم دول بيساوي،
بعد كده هقول له دوت جوين، وهنا هتقول له عايز تعمل جوين لمين؟ للفيرست بالشكل ده. وممكن نكتب هنا كومنت كده ظريف هقول له جوين فيرست بارت او جوين فيرست بارت elements اللي هي العناصر الموجوده في الفيرست بارت كلها. طيب واحده واحده عشان تتاكد من اللي احنا بنعمله خطوه خطوه. ادي الفيرست جوين جاب لنا الرقم كامل اهو، عظيم جدا. بعد ما عملنا جوين محتاجين ان احنا نتاكد ان اللي رجع لنا ده رقم عشان نرجع ننسقه تاني بطريقه الكوما زي ما عملنا فوق. هقول له دلوقتي convert to int، بعدها على طول ممكن نسمي ايه مثلا، نقول له convert int او first int او first convert int زي ما تحب مفيش مشكله. وادي الانت واحط الجوين بتاعتنا هنا. بعد كده هتاكد ان الفيرست انت اللي راجع دي اهي هتديني اصلا نفس النتيجه، مش تعرف تفرق بينهم هنا غير لو استعملت التايب عشان تقول له نوعه ايه. وكده حولناه لانت او انتجر، الحمد لله كله تمام. بعد كده الفورماتنج اخر حاجه، فورماتنج ذا فيرست بارت. بعد كده هاجي هنا واقول له ممكن نسميه مثلا ايه فيرست فورمات بيساوي، بعد كده نفس اللي انت عملته فوق بالظبط بالمسطره مش هنغيره، نفس اللي انت عامله هنا اهو ناخده كده زي ما هو بالشكل ده، وهنحط هنا بدل النم طبعا هنحط الانتجر اللي احنا جبناه. وكده بقى عندنا الرقم فورماتد بس الجزء الاول بس، ادي الفيرست فورمات هنا تمام الحمد لله عملنا المطلوب وزي الفل. كده يا شباب احنا عملنا الفكره وكله تمام، بس فاضل لنا بقى حاجه اخيره الكونكاتينيشن بقى. هناخد الجزء اللي احنا عملناه ده ونحط بعديه اندرسكور وبعد كده اللاست بارت اللي احنا اصلا سايبينه وما جيناش جنبه. طيب هكتب هنا concatenate all بالشكل ده، وهاجي بقى اسميه ايه الconcatenate، ممكن نسميه last مثلا او تسميه final اي حاجه تعجبك، final result مثلا بتساوي. بعد كده هجيب الفيرست فورمات، ادي الفورماتنج بالشكل ده، هحط هنا الفيرست فورمات اهو، بعد كده علامه الاندرسكور اللي انا عايزها بعديه. بعد كده فاضل لي هنا ان انا احط الجزء الاخير من الليست اللي احنا ما كناش او ما خدناهوش معانا، فهكتب هنا تو ليست، ادي تو ليست بتاعتنا، بعدين سكوير براكت، وهقول له انا عايز اخر جزء في الليست اللي احنا ما خدناهوش من الاول خالص. كده بقى عندنا الفاينل ريزلت بقت فيها الرقم بتاعنا كامل، ونبص عليه بصه كده زي ما انتم شايفين عملنا الفكره الحمد لله كله تمام، لكن لسه في نقطه مهمه. خلينا ناخد الكلام ده كله بالشكل ده ونجربه هنا، وهنسيب اول واحده علشان هقول لكم السبب دلوقتي. لحد هنا كله تمام وزي الفل، لكن اول واحده هتسبب لك مشكله لانه الرقم بتاعنا دلوقتي مكون من 3 ارقام، وطبعا هتمر بالعمليه اللي فاتت دي وانت مش محتاج الكلام ده كله، فمحتاجين نحط كونديشن كده ظريف يخلينا ما نحتاجش القصه دي خالص ان هي تتطبق على الارقام الصغيره اللي زي دي. طيب الكلام ده هيكون ازاي؟ كل اللي انت عملته ده في الفاينل ريزلت ده من اول النقطه بتاعه الكونفيرت تو ليست دي، من اول هنا كده كل الكلام ده هنيجي قبله كده ونقول له ان انا عايز اعمل كونديشن تشيك مثلا اف نمبر اكبر من 3. لو الرقم بتاعنا اكبر من 3 ابدا بقى طبق عليه العمليه والدوشه والدوامه اللي احنا عملناها دي كلها، لكن لو مش اكبر خلاص رجعه زي ما هو. فهقول له هنا اف عايز احدد اللينس بتاعه الرقم بتاعنا اللي هو الفورماتد نمبر اللي فوق ده، عايز اقول له لو اللين بتاع الفورماتد نمبر اكبر من 3 يبقى احنا كده تمام. نبدا بقى كل الكلام اللي انا عملته ده نطبقه خلاص مفيش مشكله فيه، هيمشي على الرقم اللي هو اكبر من 3 4 ارقام 5 ارقام كل الكلام ده مفيش مشكله. لو كل ده بقى انت عندك الرقم بتاعك هنا مش 4 ارقام ولا 5 ولا حاجه، يعني 3 ارقام رقمين الكلام ده، ساعتها انا هرجع الفورماتد نمبر زي ما هو اللي هو ده. يعني اللي تشيك دي اهي يا شباب ممكن هنا نقفلها تمام، اللي تشيك بتاعتنا اهي مش عايزها. لو الرقم بتاعي 3 ارقام او 2 او 1 خلاص ببساطه شديده جدا رجع لي الرقم زي ما هو. تعال نشوف مع بعض النتيجه، ادي النتيجه بتاعتنا كله تمام اهي 120. ممكن طبعا نروح عاملين كده ايه حاجه سريعه بس تجربه، رقم واحد مثلا المفروض ان هو يرجع لي واحد زي ما هو، الفورماتد مش هتعمل فيه حاجه لانه في النهايه نفس الرقم اهو 1 120 وكله تمام والحمد لله وزي الفل. يا رب يا جماعه الفيديو يكون جميل وعجبكم، نشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد، والسلام عليكم.